هنتكلم دلوقتي على الاكسلريشن او العجله، وكالعاده لازم نبدا مع الافريج اكسلريشن او العجله المتوسطه اللي تعريفها لن يتغير عن اول محاضره. فالعجله المتوسطه هي عباره عن دلتا في على دلتا تي، او العجله المتوسطه هي خارج قسمه التغير في السرعه على التغير في الزمن. طبعا دلتا في هي عباره عن في فاينل ناقص في انيشال، او السرعه النهائيه ناقص السرعه البدائيه، ودلتا تي هو عبارة عن الفارق الزمني زمن النهاية ناقص زمن البداية. طبعا العجلة وحدتها متر على الثانية تربيع. طبعا دلوقتي الناس بتسأل طب السرعة هتكون مركبتين، ازاي نطرح الفي نود من الفي؟ هنطرح مركبة الاي من الاي والجي من الجي، ولو كان كمان في كي نطرح كي من الكي. يعني بدل ما كنا شغالين في اتجاه واحد في اول درس، دلوقتي شغالين في اتنين وممكن كمان يكون تلاتة. طبعا انا بكرر هذه الجملة عشان اوري للناس كلها اللي متابعانا ان يعتبر ما فيش كلام جديد. احنا خلاص حطينا الاساس في اول محاضرة، وان شاء الله هنشوف في كل الدروس ان انا ازاي بس بوريك التعامل مع المحاور المختلفة ومع المسائل المختلفة فقط، لكن الاساس المفروض ان هو اتزرع مع اول محاضرة. وبرضه بعد ما اتكلمنا عن العجله المتوسطه، نقول يا ترى ايه اللي يحصل لما دلتا تي اللي في المقام تؤول الى الصفر؟ على طول هتتحول العجله من عجله متوسطه الى ما يعرف بالعجله اللحظيه. فلما بنقول كده ان لم ليميتيشن دلتا في على دلتا تي، نقصد بيها العجله المتوسطه، لما دلتا تي تند تو زيرو، لما دلتا تي تؤول الى الصفر، تحول العجله من ايه افريج الى ايه فقط، اللي هي الانستانتينيوس اكسلريشن او العجله اللحظيه. وطبعا اللي بيشوف القانون قدامه ده على طول يفتكر تعريف الديفرنشيشن او تعريف التفاضل، اقدر اشيل دلتا على دلتا واحط مكانها دي على دي، ليصبح عندنا قانون ان اللحظيه، العجله اللحظيه هي عباره عن دي في باي دي تي. يعني شلنا دلتا ودلتا وحطينا دي ودي، لان الدلتا بدات تؤول الى الصفر. وطبعا بنكتب دي في على دي تي، بنكتبها في دوت، وطبعا دوت ده معناه التفاضل بالنسبه للزمن. طبعا السؤال هنفضل السرعه ازاي؟ دي مركبه في الاي ومركبه في الجي، نقدر نفضل مركبه الاي او مركبه الاكس لوحدها ومركبه الجي مركبه الواي لوحدها لنحصل على العجله. والعجله عباره عن تو كومبوننت، مركبتين، مركبه في الاكس ومركبه في الواي. خد بالك هنا مش هنقول العجله مماس للمسار، لكن السرعه هي اللي كانت مماس للمسار. طبعا لو حبينا نجيب الماجنتيود، فماجنتيود العجله بيساوي الجذر التربيعي للاي اكس تربيع زائد الاي واي تربيع. لو حبينا نجيب اتجاه العجله اللحظيه، فاتجاه العجله هو عباره عن تان ماينس 1 او زان ماينس 1 للاي واي على الاي اكس، مركبه الواي على مركبه الاكس. وطبعا الفرق اللي احنا شرحناه قبل كده في اول محاضره، ان العجله المتوسطه تحسب خلال فتره، اما العجله اللحظيه تحسب ات سيرتن انستنت او عند لحظه بعينها. نقدر نلخص كل القوانين اللي شرحناها من شويه في التشارت اللي قدامكم دوت، او في المخطط اللي قدامكم دوت، وتقريبا هو نفس مخطط برضو اول محاضره. بنقول دلوقتي لو احنا معانا الار وطرحنا منها الار نود، فار ناقص ار نود تخلينا نحصل على الدلتا ار. بنقول لو معانا الار وعملنا لها تفاضل بالنسبه للزمن، نحصل على السرعه على الفي. طبعا بالعكس او بالراجع، لو معاك السرعه تقدر تكملها بالنسبه للزمن فتحصل على الار، كذلك لو انت معاك السرعه تقدر تفاضلها بالنسبه للزمن فتجيب العجله، وبالعكس لو كملت العجله بالنسبه للزمن تجيب السرعه. مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدا اول اكزامبل، نبدا اول مثال. وبنقول في المثال ده الاتي: the position vector of a particle is defined by the equation متجه الموضع، متجه الموضع اللي هو الار، يعني الار بيعرف بالعلاقه 2 تي اي بلس تي كيوب جي بلس 3 تي سكوير كي. يعني انا بديك البوزيشن ار بدلاله الزمن، وخد بالك انت مش عندك داله واحده، انت عندك كام داله دلوقتي؟ ثلاث دوال. طبعا المعادله اللي قدامنا بتلفت انتباهك ان هذا الجسيم يتحرك في الفراغ، فله مركبه في الاكس وله مركبه في الواي وله مركبه في الزد. طيب عايز مني ايه؟ بيقول لك لو سمحت find the velocity and the acceleration vector at t equal 1 second. لو سمحت هات لي السرعه وهات لي العجله لما تي كانت بكام؟ لما تي بواحد. طبعا مساله بسيطه، وببساطه لو احنا رجعنا للتشارت اللي فات هنفتكر ان لو معانا الار عايز تروح للفي تعمل ايه؟ عليك انك تعمل تفاضل. طبعا خد بالك انا بقول معاك الار وعايز الفي، لان احنا اتفقنا اي مساله في الديناميكا لازم تسال نفسك سؤالين: انت مديني ايه وعايز مني ايه؟ مديك الار وعايز الفي، خلاص يبقى علينا ان احنا نعمل تفاضل. يلا يا شباب هنبدا نجاوب ونقول له تعالى نفاضل الار،
فعلى طول تكون السرعة v بتساوي تفاضل 2 t هو 2 i، تفاضل ال t تكعيب 3 t سكوير في اتجاه ال j، تفاضل 3 t سكوير يديك 6 t في اتجاه ال k. طبعا هو ما كانش عايز السرعة function of time، ده بيقول لك احسب السرعة عن t بواحد، جاست انك تشيل كل تايم وتحط مكانه كام؟ واحد، فيبقى السرعة بتساوي 2 i زائد 3 j زائد 6 k. طبعا دي مركبة السرعة في x، دي مركبة السرعة في y، دي مركبة السرعة فين؟ دي مركبة السرعة في زد. طيب لو احنا حبينا نصعد السؤال شويه ونقول للناس طب احنا عايزين نحسب ماجنتيود السرعه، مقدار السرعه، مش ده فيكتور، مش ده متجه؟ على طول الماجنتيود هو عباره عن الجذر التربيعي لمربع مجموع المركبات الثلاثه، لمربع المركبات الثلاثه وبعدين نجمعهم، فالفي اكس تربيع يبقى 2 تربيع زائد الفي واي ب 3 تربيع زائد 6 تربيع اللي هي الفي زد، تطلع ان ماجنتيود السرعه بكام؟ ب 7. طيب لو قلنا كمان نصعب اكتر، عايزين اتجاه هذه السرعه. طبعا اوعى حد يجي يقول لي اتجاه السرعه نجيب تان ماينس 1 للفي واي على الفي اكس، هنا ما فيش في واي وفي اكس، هنا في في اكس وفي واي وفي زد، ده كده فيكتور في السبيس. وكل الشباب يفتكر بقى ان لو كان عندك فيكتور في السبيس فما عندوش اتجاه زاويه اتجاه واحده، وانما عنده كام زاويه؟ 3 زوايا، هم الفا وبيتا وجاما. الناس بقى اللي اخدوا استاتيكا لازم يعرف ان اذا كان عندك متجه في الفراغ ففي 3 زوايا، الفا وبيتا وجاما. الفا هي كوساين ماينس 1 لمركبه الاكس على الماجنتيود في، والبيتا كوساين ماينس 1 للفي واي على الفي، والجاما بتساوي كوساين ماينس 1 للفي زد، في زد على الفي. كده نقدر نجيب اتجاه السرعه. تعالوا نكمل بقى ونجيب العجله، وطبعا معروف ان العجله هي تفاضل السرعه، فلما نيجي نجيب العجله هنقول ان العجله تفاضل المعادله اللي فوق، فتطلع العجله بتساوي 6 تي زائد في اتجاه الجي، طبعا مركبه الاي اختفت لانها كانت كونستانت فهتبقى تفاضلها بصفر، فيبقى فالعجله بتساوي 6 تي في اتجاه الجي زائد 6 في اتجاه الكي. هو كان عايز العجله عند تي بواحد، شيل التايم وحط مكان واحد، فتطلع العجله 6 جي زائد 6 كي. خد بالك بقى احنا مش بتوع رياضه، احنا بتوع ميكانيكا، لازم الناس تكون فاهمه واخده بالها من المعادلات. لو لاحظت كده هتلاقي ان مركبه العجله في اتجاه الاكس اختفت. ليه الكلام ده بقى؟ طبعا لو رجعت لمعادله السرعه في السلايد اللي فات هتلاقي ان السرعه في اتجاه الاكس كانت كونستنت، السرعه في اتجاه الاكس كانت ب 2 اي، صح ولا لا؟ معنى كده ان السرعه كانت ثابته، ولما تكون السرعه ثابته يبقى العجله لازم تكون بكام؟ بصفر. خد بالك السرعه كانت ثابته في اتجاه الاكس، فمركبه العجله في اكس بقت بكام؟ مركبه العجله في اكس بقت بصفر. خد بالك برضو الناس المستوى المتقدم تقدر كمان تشوف كده. خد بالك العجله في اتجاه الزد طلعت كونستنت، العجله في اتجاه الزد طلعت عجله ثابته اهي ب 6 قدامك اهي. ليه العجله في اتجاه زد طلعت ثابته؟ لو رجعت لمعادله السرعه هتكتشف ان السرعه كانت منتظمه، فالسرعه كانت في 6 تي، ودي سرعه منتظمه تزيد بانتظام مع سرعه منتظمه تزيد بانتظام مع الزمن، وبالتالي فالعجله هتكون ثابته اللي هي كام؟ 6. طبعا الناس بتوع الميكانيكا لازم ما يسرحش في الرياضه ويقعد عمال يفاضل وخلاص، لازم يفهم كل ترم طلع بالنسبه له ايه. طبعا العجله دي متجه، لو عايز تجيب ماجنتيود تعرف، لو عايز كمان تجيب اتجاه تعرف. تعال ناخد اكزامبل كمان، وبنقول في الاكزامبل ده الاتي: A particle has acceleration vector. عندك جسيم ليه متجه عجله A بتساوي 4i ناقص 6j زائد ساين 0.2t في اتجاه الكي. بقول لك عندك جسيم والعجله بتاعته زي ما انت شايف كده، متجه العجله ليه 3 كومبوننت، في الاي كومبوننت وفي الجي كومبوننت وفي الكي كومبوننت. العجله ليها 3 مركبات، معنى كده ان الجسيم بتاعنا بيتحرك في الفراغ. بنقول بقى الاتي: اف ذا انيشيال كونديشن، لو الشرط الابتدائي. طبعا الناس تفتكر من المحاضره اللي فاتت وجود الشرط الابتدائي معناه ان المساله فيها تكامل، ده كلام متوقع، ما انت معاك العجله تمام كده، فالمساله اكيد هيكون فيها تكامل. بقول لك لو الشرط الابتدائي عند تي بصفر، ذا بارتيكل بوزيشن، موضع الجسيم، موضع الجسيم يعني ايه موضع الجسيم؟ يقصد بيها الار يعني، تمام كده. وطالما انت بتتكلم عند تي بصفر معنى كده ان البارتيكل بوزيشن مقصود بيه الار نود، لان عند تي بصفر. فبيقول لك ان البارتيكل بوزيشن كان 1 و3 وسالب 5، طبعا 1 و3 وسالب 5 ده مركبه الاكس والواي والزد بالنسبه للار. خد بالك كمان عند تي بصفر كان البارتيكل هاز فيلوسيتي فيكتور 2 اي ناقص 7 جي زائد 3 و4 من 10 كي، دي مركبات السرعه عند تي بصفر، يعني معنى كده معاك الفي نود، يبقى معاك الار نود ومعاك الفي نود. عايز مني ايه بقى؟ يقول لك ديترماين ذا بوزيشن اند فيلوسيتي وين تي ايكوال 3 سكند.
عايزك تحسب البوزيشن اللي هو الار، عايزك تحسب السرعه لما التايم بكام يا شباب، لما التايم بثلاث ثواني. تعال نشوف انت مديني ايه، مديك العجله، عايز مني ايه، عايز منك السرعه وعايز منك البوزيشن. طبعا لو افتكرت، لو افتكرت التشارت اللي لسه قايلينه من شويه، هتعرف ان لو معاك العجله عشان تروح للسرعه عليك انك تعمل انتجريشن. طبعا زي ما اتفقنا من المحاضره السابقه ان التكامل عندنا لنا فيه اسلوب لازم نتبعه عشان نضمن ان التكامل يطلع صح. تعال نفتكر كده كنا بنكامل ازاي. بنقول كده، مش انت مدينا العجله ايه بتساوي 4 اي ناقص 6 تي جي زائد ساين 2 من 10 تي كي، وفي نفس الوقت العجله بتساوي دي في باي دي تي. خد بالك انا كده ما كملتش ولا اي حاجه، انا كتبت بس المعادله اللي انت مديهاني، وكل اللي زودته العلاقه بين العجله والسرعه، حطيت انها بتساوي دي في على دي تي. يلا يا شباب نبدا نعمل سيباريشن اوف فاريبلز او فصل متغيرات. ارفع لي الدي تي هنا. طبعا خد بالك لما تيجي ترفع الدي تي ديت، طبعا يا اما تحطها بره تعمل قوس كده وتحط الدي تي بره هذا القوس مرفوع لكل الكلام ده، او ترفع الدي تي جنب ده وجنب ده وجنب ده، اقدر تكتب اللي انت عايزه. الاثنين صح. فهنقول كده يبقى دي في بتساوي 4 اي ناقص 6 تي جي زائد ساين 2 من 10 تي في اتجاه الكي الكل دي تي. طبعا هنبدا نكامل الطرف الشمال ونكامل الطرف اليمين، وزي ما اتفقنا التكامل عندنا مش مفتوح، التكامل عندنا لابد ان يكون ليه حدود. نجيب حدود التكامل ازاي؟ تعال معايا. انت هنا بتكامل بالنسبه لمين؟ انا بكامل بالنسبه للفي. يبقى حدود تكاملك لازم تكون سرعات. من البدايه السرعه بكام؟ من البدايه السرعه كانت بفي نود اللي هي 2 اي ناقص 7 جي زائد 3.4 من 10 كي، هو اللي مدينا الكلام ده. وفي النهايه السرعه بكام؟ في النهايه السرعه اسمها في احنا عايزينها. طب تعالى هنا انت بتكامل بالنسبه لمين؟ احنا هنا بنكامل بالنسبه للتايم. في حدود تكاملك ازمنه، من البدايه الزمن كان بكام؟ بصفر. في النهايه الزمن بكام؟ الزمن بتي. في بعض الطلبه هيقول لا الزمن ب3 وعايز يسمع عن 3، صح مش غلط، لكن طبعا خد بالك المساله لسه ما خلصتش المساله. بعد ما نجيب السرعه المفروض نجيب الار البوزيشن، فعشان كده احنا هنخليها فانكشن اوف تايم دلوقتي، وبعد كده نشيل التي ونحط مكانها كام؟ 3، عشان نقدر نكمل المطلوب اللي بعد كده. يلا يا شباب، تكامل الدي في هو في التعويض باللي فوق ناقص التعويض باللي تحت، شيل الفي حط مكانها في، ناقص شيل الفي حط مكانها الفي نود اللي تحت اللي هي 2 اي ناقص 7 جي زائد 3.4 من 10 كي. ده التعويض بحدود التكامل. بتساوي تعالى هنا تكامل الاربعه 4 تي، تكامل 6 تي زود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، فتبقى تي تربيع مضروب 3 لانك هتقسم 6 على 2 تديك 3، زائد تعالى معايا كده بقى ساين 2 من 10 تي. لما هتيجي تكامل ساين 2 من 10 تي، تكامل الساين بسالب كوساين، خد بالك من ده، تكامل الساين بسالب كوساين، وبعدين التعويض باللي فوق تي، خد بالك عشان الكلام اللي هنا. ها نقول تاني، تكامل ساين 2 من 10 تي، تكامل الساين بسالب كوساين، تكامل الساين بايه؟ بسالب كوساين. خد بالك التكامل كده ما خلصش، ليه؟ على تفاضل ما في داخل الداله، تكامل الساين بسالب كوساين، على تفاضل ما في داخل الداله، تفاضل ما داخل في داخل الداله، تفاضل اللي جوه ده كام؟ 2 من 10، يبقى على 2 من 10. سؤال جميل. هنقول دلوقتي خلاص ناقص كوساين دي عرفنا جت منين، وواحد على 2 من 10 دي عرفنا جت منين، امال الواحد دي جت منين يا شباب؟ ما انت خد بالك بقى لما هتكامل الساين تديك سالب كوساين على 2 من 10، وبعدين بنيجي نعمل بقى التعويض باللي فوق، بنشيل التي ونحط مكانها تي، ناقص شيل التي وحط مكان صفر. حضرتك لما تيجي تعوض بقى عن التي بصفر يطلع لك كوساين صفر. كوساين صفر اللي هو بكام يا شباب؟ كوساين صفر اللي هو بواحد، تمام كده؟ فهتبص تلاقي عندك المعادله في الاخر تتحول الى واحد ناقص كوساين 2 من 10 تي. طبعا في الاخر بعد ما نظبط شكل المعادله هيطلع لنا ان السرعه في بتساوي 4 تي زائد 2 في اتجاه الاي ناقص 3 تي تربيع زائد 7 في اتجاه الجي زائد 8.4 من 10 ناقص 5 كوساين 2 من 10 تي في اتجاه الكي. ودلوقتي بقى علينا ان احنا نجيب البوزيشن، مش معانا السرعه، عايزين نجيب البوزيشن الار، فعلينا ان احنا نعمل انتجريشن تكامل. وبنفس الاسلوب يا شباب هنقول في بتساوي 4 تي زائد 2 اي ناقص 3 تي تربيع زائد 7 في الجي زائد 8.4 من 10 ناقص 5 كوساين 2 من 10 تي في اتجاه الكي، والكلام ده كله بيساوي دي ار باي دي تي.
كده برضو ما كملناش، احنا كده لازم نكتب العلاقه بين الفي والار. تمام كده، يلا بقى عشان نبدا نكمل علينا نعمل سيبريشن اوف فاريبلز. ارفع الدي تي هنا، تمام كده، اعمل كروس مالتيبليكيشن اللي هو حصل ضرب طرفين فاصلتين، ارفع لي الدي تي هنا، فيطلع عندك دي ار بتساوي 4 تي زائد 2 في الاي ناقص 3 تي تربيع زائد 7 في الجي زائد 8 و4 من 10 ناقص 5 كوساين 2 من 10 تي في اتجاه الكي الكل دي تي. ولا يمكن نسيب المعادله كده، لما راح نكامل الطرف الشمال ونكامل الطرف اليمين، التكامل عندنا ليه حدود زي ما اتعلمنا. خلاص تعال نشوف هنجيب الحدود ازاي. انت بتكامل هنا بالنسبه لمين؟ بنكامل بالنسبه للار، في حدود تكاملك ارات من البدايه ار نود اللي هي باي زائد 3 جي ناقص 5 كي، وفي النهايه حدود تكاملك ار. تعالى هنا بتكامل بالنسبه لمين؟ بنكامل بالنسبه للتايم، في حدود تكاملنا ازمنه من البدايه صفر الى النهايه تي. واحد يقول لك لا النهايه 3، هنا من حقك لو حطيت 3 مفيش مشكلة، لكن هنخليها تي ونبدأ ننفذ التكامل بنفس الأسلوب يا شباب. متنساش التعويض اللي فوق ناقص التعويض اللي تحت، هتحصل على الآر في الآخر بعد تظبيط شكل المعادلة. هتطلع معاك الآر 2 تي تربيع زائد 2 تي زائد 1 في اتجاه الآي ناقص تي تكعيب زائد 7 تي ناقص 3 في الجي زائد 8 و4 من 10 تي ناقص 25 ساين 2 من 10 تي ناقص 5 في اتجاه الكي. طبعا أرجو إن الناس تجري العملية بنفسها، عملية التكامل كده، جرب نفسك بره في ورقة وشوف هتوصل نفس النتيجة أو إيه الأخبار عندك. في الآخر بقى عايزين نعوض بقى عن التايم تي بتساوي 3 في معادلة السرعة، فيطلع لنا مركبات السرعة 14 اي ناقص 34 زائد 4.27 في اتجاه الكي. لو حبيت تجيب ماجنيتيود السرعة قدامك اهو الجذر التربيعي لمربع المركبات، وكذلك البوزيشن هنعوض عن تي ب3 فتطلع الار 25 اي ناقص 45 جي زائد 6.08 كي. خد بالك بقى، هو كان في البداية كان على 1 في الاي وكان على اعتقد ناقص 3 في الجي، خد بالك يعني اصبح على 25 في الاي، اتحرك 24 وحده في اتجاه الاكس يعني، وتحرك قدام هنا برضو هتلاقي عندك لو كانت ناقص 3 وده ناقص 45 يبقى هو اتحرك حوالي 42 في اتجاه الواي اند سو اون.